ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يجوز ترك الأوامر الشرعية الظاهرة لأجل ظن أن نازلة أو شخصا هو المقصود في حديث يسبق الساعة، لأن الأوامر قطعية وتطبيق أشراط الساعة على الحوادث والأشخاص ظني، فلا يترك قطعي لظني. وهذا من الأمور التي يغفل فيها العوام وربما بعض المتعلمين بتنزيل أشراط الساعة على حوادث وأعيان، ثم يعملون بمقتضى تنزيلهم ويظنون أنهم يعملون بالنص الثابت وهم يعملون بظنهم لا بالنص. وكثيرا ما سفكت دماء ووقعت فتن في الناس واستبيحت حرمات بسبب ذلك. ولعلنا نذكر ما كان مما هو من هذه البابة أيام العدوان والحرب على العراق، فقد انتشرت مقولة تتعلق بهرمجدون، وهي الموقعة التي ذكرت عند أهل الكتاب، تقع في مجد على 55 كيلومترا من تل أبيب، ويهلك فيها ثلثا أهل الأرض. وهناك خرافات كثيرة تتعلق بهذا الأمر، وقد ظهر كتاب في ذلك الوقت نزل بعض ما ورد من الآيات والأحاديث في أشراط الساعة على تلك الواقعة أو على مثيلها، وجزم بأن الساعة ستقوم في عام كذا، حتى إن كثيرا من الناس أدركهم اليأس، وبعضهم باع ما يملك، وبعضهم فرط فيما يجد، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وكل ذلك من الخطأ المحض. فإن تنزيل ما ورد في أشراط الساعة على أمور بعينها هذا كله له ضوابطه، ومما لا يجوز التوسع فيه. فإن كثيرا من الناس يأتي بالنص ويقول هذا من أشراط الساعة وهذا قد وقع وهذا هو، ولا يكون. فأمثال هذه الأمور إنما جعلها الله تبارك وتعالى زجرا وتخويفا لكي تؤوب الأرواح إليه وتستقيم الأجساد على صراطه المستقيم. وتجويز السلف لتنزيل أشراط الساعة باب غير الباب الذي يتبعه عمل وتشريع، فإنهم كانوا ينزلون ذلك على بعض الحوادث والأشخاص لأن ذلك من باب الاحتياط، ثم إنهم يجعلون ذلك استئناسا لا أصلا يستقل به العمل والترك. وقد جعل الله للساعة أمارات رحمة بالناس ليعتبر من أريد له الاعتبار، وليرجع من كتب له العودة، حتى لا تقوم الساعة إلا وقد انقطعت أعذار الناس وقامت الحجج الشرعية والكونية عليهم. وعلم الساعة عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وقال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن زعم علمه أو ادعى لغيره العلم بيوم معين محدد تقوم فيه الساعة فقد كفر بالله وكذب خبره.